اسال شم سعيد. نعم. ماشي غير ذا المشتل جايبتني انا تحومين بي من ذاك المكان البعيد احنا. ركت وخذ لي هذيك مو ذي؟ هذيك. مو اخذ لي شيء؟ مو ذي؟ الشجرة الحمراء بس وخذ لي اياها. شجرة حمراء. ايوه. هذه جهنمية زين اسالش. لو هذي لك عدها البيت موجودات مشاتل وانت جايبتني لين بهلة؟ ليلة موجود كما هن. انا صاري باغية من هنا من بهلة. باعتها هذه جهنمية. هيوة تشتري لي اياها تشتريها. انزين ترى الجهنم ما باية شراي على الامور بوها تسويهن انتي ومطفرة بذا ابو سعيد. الله يعلم هنا تروح من سعيد انتي. خذ لي اياها خذ لي اياها. هذه ست حبات منها. ايه هذه واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة ست حبات. المفروض ست حبات خذ. إنزين ترى أمي سعيد ذينا البيت ما تعرفي كيف يزرعوهن يمكن موسمهن يمكن ما موسمهن. إنتي راس مالش ذيك النخلة وبعدها سقيتيها اليوم باكر أم الخيرات ذيك الشاجت وكلتها. موجودين حدا يخبرنا ما نشيلها ونخطف. يعني هم فاهمين فيها زراعة. إنزين يخبرنا ما يقصر. إيه عبيهم كلاش. ما يقصر نقول له يجي ويخبرنا بي. يوم هم متخصصين في الزراعة متخصصين عقبهم أسهل عب أسهل يسهل علينا ذا. أيوة. دايما اللي عجبني فيش عشر رجي تختاري لي المكان اللي أرتاح فيه. هين هو ذا الرجال هيدالين هنا موجود زين تعال نشوف. أيوة موجود الرجال. تعال. أيوة. رجال موجود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ رفع الله مقدارك جزاك الله خير. وصلتونا في شروق مكة. يا الله الله يسعدك إن شاء الله. تفضلوا زين فضلك. عاد هذه أم سعيد ما شاء الله عليها ما تسمع حد من جاراتها غير مكان غاوي وشلتنا وجابتنا وأنا من دخلت صراحة نفس من فتحة هذا المكان. تشريف تشريف. هي والله مو عندكم هنا مو عندكم. عندنا كثير. عندنا طبعا أشجار فاكهة أشجار زينة شقيرات زين خضار فواكه فطبعا مختلف الاشياء اللي هي موجوده عندنا بذور عندنا ايضا ملحقات الحدائق نصمم حدائق ما شاء الله طبعا زين عبينا بيني وبينك شارين تو بيت انا وام سعيد ما شاء الله ما شارين وهي مورثه لنا باين نسوي له حديقه يعني هتصمموها ولا يهم والله اني شديتي نصمم لكم حسب الادوار هذه اللي باعي ست حبات ما شاء الله جهنميات هذه هي المكان نوعية فريدة هذه من نوعية إن شاء الله باعي ست حبات ولا يمكن مسعيد إن شاء الله إن شاء أنا دامني وصلت مال الجهنمية أشيل عجبني واجد هنا شفت هنا جلسة وباغي أنا شوية أجلس عقوب شاي على الباب في كوب كبرى وأنا هنا تفضل طبعا هذا من وزارة الزراعة أيوة. سنويا ينزلوا برنامج حسب التوقيتات الواحد في البيت مثلا يبغى يزرع بنفسه في البيت ما عارف يعني في حديقة المنزل أيوة. توقيت المناسب للزراعة عندك توقيت الغرس متى يزرع ومتى الغرس بالنسبة للنباتات أغلبها سواء الخضروات والبقوليات وعندنا طريقة الزراعة بعد نفس الطريقة هنا بعد ما تشتري النبتة من هنا وتأخذها طبعا بنخبرك طريقة الزراعة لكل نبتة لها خصائص معينة نوعية التربة العمق الحفرة اللي تزرعها العرض الحفرة كل الأشياء هذه والتسميد نخبرك عنها بالكامل خلينا حاجة بعدنا من هنا حاجة ضرورية باغي خذ لي هذه الجلسة ام سعيد شار ليش حصير امس جلسه في حصير هذا باقي جلسه ما باقي حصير باقي جلسه خذ لي اياها هذه الجلسه وفوادنا عليها حصير مال الصح ان غسله وجلسه فيه عفنجان قهوه مو باقي حاجه جلسه خذنا هذه الجلسه خذنا اياها هذه الجلسه هنا شوف السعر سعرها والله زين سعرها ما انه غالي خلاص ما غالي هي خذيناها ام سعيد باقي شيء اليوم عيد ميلادش كل شيء اشريلش مو باية مرة من هنا انا الصراحة عجبني ذا المكان باية ذو يوم نروح الوادي هذا بيوله خضر ايه هذا نوبة يوم نروح الوادي ايوه خضر ايه يلا في البيكاب هندعي في البيكاب هي هذه جلسة ماله يوم تروح سفر ما شاء الله راب والله جلسات تعالي مسعيد تعال شفت الشيء غادي مو حالات العصر ذي هذا خضر حق صغير حلش أولادي أبغاها أولادي خذها لا نوبة دي تغضيها إيه خذها والله صح لحظة شوية لحظة
فضا حط صايرك يلا شوفه. خليتها وحدي عجبتني انا. شوفه كم سعرها؟ هي غاوي ما انه سعرها زين ما شاء الله. ما غالية لا؟ ما غالية ما غالية. خلاص هذه والجلسة. أنا صابني كمان جنون من دخلت ذا المكان ما شيء ما عجبني. ليه غاوي كله غاوي. حتى كان ما أنساش هنا أنا أنت. راحة كله غاوي. وهو ديو نباها يوم هذه نبغاها نسوي فيها أكل. يوم نسوي قيقة. ايوه. هي قيقة هنسوي قيقة. خذنا إياها بيرنا مرندوحة. هو حتى السماء معهم من سعيد. ليه ماشي ما يبيعوا صلاة محمد ماشي ما يبيعوا خذنا جونيتين. مرة حموه. باغيين يا خذنا جونيتين. حموه خذنا هذا زين. مو هناك مرة. هذا زين. هي أشياء. هي ان شاء الله كي ام سعيد تراخذهن لكن ذيك ام خيرات الشاتش ما هتبقي لنا شيء ما اكلتنا. ما انت ما اذبحها انا اذبحها. اذبحها. باغي صبار شويه يطعنش. ما ابغى انا صبار. زين هاي طعنش. لكن تعب لارجولك على الحفق. ارجولش زين طعني شويه. الحفق اقول لك. هناك برا. حفت الناه. هي هي كلك. هذه الشجره انا باخذنا اياها. حتى اسمها ما عرفت انها ليمونه ذيك ليمونه. ليمونه خذنا اياها. ان شاء الله ان شاء الله ام سعيد. خذنا اياها. زين عدت اراوح شويه ونكمل ام سعيد. لا مو تراوح. اراوح شويه. مو تراوح مو شالته وانت فوق راسك.